قلنا 3 أشهر تقريبا ما عملنا نشرة أخبار صغيرة، فاليوم نقيت لكم 3 أخبار سريعة لنحكي عنها. بلا ما نطول الانترو، خلونا نبلش بأول خبر. بقلب دماغ الإنسان قدروا العلماء يحددوا الخلايا اللي بتتعلم من الأغلاط. بحياتكم اليومية بتمرقوا بكتير مواقف بتكتشفوا بعدين انه عملتوا شي غلط، وبحسب مجلة أسترالية لقوا العلماء انه دماغ الانسان بيخلق اشارة بتخبره انه عمل غلطة، وبسبب هيدي الإشارة عنا الفرصة أنه نصلح أخطائنا ونتعلم منها. وتوصلت دراسة تانية نشرتها مجلة ساينس أنه الخلايا العصبية مسؤولة عن اكتشاف الأغلاط والتعلم منها. وقالت الدراسة أنه الخلايا العصبية اللي موجودة بالقشرة الأمامية الوسطى للدماغ هي المسؤولة عن الإشارات الداخلية. وقال رئيس الدراسة أنه سجل نشاط أكثر من 1000 خلية عصبية وشافوا أنه هالخلايا بس يتعلم الإنسان من غلطه بتبعت إشارة داخلية لتحسين التعامل ومساعدة الدماغ على ضبط تركيزه بالمستقبل. منروح من الدماغ على التكنولوجي. تتذكروا سناب شات؟ بعد هالتطبيق عايش. عم تسعى شركة سناب شات لتقديم فيتشر جديدة لتقدر تنافس انستغرام وتيك توك وتجرب ترجع على سوق السوشيال ميديا بكل الكوكب. بهالفترة عم تختبر هالشركة ديفايس هو عبارة عن كاميرا صغيرة بتقدر تطير ليقدروا الناس ياخدوا سيلفي بشكل أهين. وقال إيفن شبيك الشريك المؤسس لشركة سناب شات إنه عم بيجربوا يلغوا السيلفي ستيك ويستبدلوها بدرون صغيرة لتصير السيلفي أهين على الناس وعلى السناب شات يوزرز بالتحديد. وسعر هالكاميرا رح يوصل ل $229 ورح تكون افيلبل بأمريكا وفرنسا بأول مرحلة. وبعد مش معروف إذا هالكاميرا بس رح تمشي مع السناب شات أب أو مع كل الأبس. سناب شات يلي حقق شعبية هائلة بالماضي كان الأب الوحيدة اللي عنده ستوريز ومسجز بينعملن ديليت، بس من بعد ما انتقلوا هالفيتشرز لبقية الكومبيتيتورز خسر سناب شات كتير من شعبيته. بس كمان ما لازم ننسى انه سناب شات استرجع شوية شعبية مع الـ AR او الـ Augmented Reality فيتشر يلي زاد على الأب. نرجع لجسم الإنسان، وبخبر فيه كتير من الأمل عم بيشتغلوا بعض الباحثين على تطوير طريقة جديدة للعلاج من أمراض السرطان من خلال إدخال عناصر مجهرية وموجات مغناطيسية على دم المريض لتقوم بمهاجمة الأورام الموجودة بالثدي، بروستات وغيرها. بحسب صحيفة غارديان في مشروع عم بيشتغلوا عليه باحثين بجامعة شيفيلد البريطانية مقسوم لقسمين، واحد بيعتمد على الفيروسز وخاصة الفيروسز اللي بتهاجم الأورام، 2 على استخدام بكتيريا هي بمثابة دواء لسرطان الثدي والبروستات والأورام التانية. يعني رح ياخدوا فئة من هيدي البكتيريا يلي أصلا بالطبيعة بتهاجم الأورام بشكل طبيعي ويغيروا فيها لتصير قادرة تهاجم الأورام الداخلية. كيف رح يعدلوها؟ عبر عدة طرق منها المغناطيس. والفيروسز اللي عم بيشتغلوا عليها المضادة للسرطان موجودة بالطبيعة وهي بتاكل الأورام، والسبق لهيئة الغذاء والأدوية الأمريكية أعطى رخصة باستخدام فيروس معادلينه معروف بـ Herpes Simplex Virus. هو بيقتل الأورام السرطانية، بس بالوقت الحالي عم يتم استخدامه للعلاج من سرطان الجلد بس. هودا كانوا الكليت أخبار تبعنا للنشرة التانية. كمان مرة جربت جمع أخبار متنوعة. إذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وأنا برجع بشوفكن فيديوهات تانية.